Just tell I come here, right here, we can do it right here. Them niggas can't talk, cut the done out here. 10 bags on the rolly and I'm still out here. Welcome back guys, it's TVZ and we're back again with another reaction video. If you're new to this channel, make sure you like, comment and also subscribe. So today we're gonna be doing a reaction to Samara. This one came out 3 hours ago. Name of the song is La Vie d'Artiste. D'Artiste. I don't know if I'm saying it right, but yeah, I don't know. You know what it is. It's that time. Let's get it. كل ما نزيد دقيقة معاك كل ما روحي ماشية بتمرض كل ما نزيد حكاية معاك كل ما تزيد طبيعتك تظهر كل ما نعيش الضحكة معاك بعد الدمعة متاعي تهبط نزيد زيد في تعب اختانا وبابا تقوليش كل لعبة كل ما نشوف الفرحة تقر دنيا تقولي انت صعيبي جا واجهني علاش باش تظهر انتي لافامي ماك شاغلين في حيوت الحومة فينا تظهر مش في بلادي تكون شاغلين بيتزم عليك روحك باش تفرض حتى كان فراق الشيخ يا دنيا زيدي تحب تزيدي واللي نسيني مش براني كان مشيت اسئلت بيبي واللي مشي مش باش يرجع لي يوم يتوسي فيا وليدي المشاكل بربي اختاني نحبك فوق السين تريني ما نحبش عليك تفجعني الوقت تعدى بيا سيب يعطي فيا كم في مواجع نعرف هو ما عملوا العيب واللي تعدى برشا مفاجع في وقت الشمس تغيب شخلتي اللي فيا ترجع حلال وعرقي فيه نجيب شكون اللي سني بربي حاج قديش من تيحة في اكلي قديش من غلطة قلتو مني قديش ندمت وقلت يا ليل اللي انا جيت نغني نحب نرجع للدنيا صغير بس نكبر في الدنيا بفني باللي عملنا معك الخير بلي تقعدتي فينا تمني هذا كل ما جاش بلاش هذا كل تعب سنين يا ما It's very deep. I can feel it. I can feel the song in my soul, wow. الناس وما تسويش ما مسحت دموع العين نخط واحد نقول علاش وجلا فيهم بس تخيب ما نخليش جمهور بلاش وما نحبش عليه نخيب اما جينا نهار نخيب خلي ورايا برشا محمد خلي ناس عليا تخير فراغ قلبي كي يتعب القط كباني بلي يصير في ريفين وفوق القمة يبقى محلى عليه نخير فيكم نحارب ما نتخبلا ترجع تحكي لي في حكايات ما فميش علاش تقنعني ما كنسيتو اللي فات باب تسكر ما ترجعلي كنا نعيشو الف حياة توا وحدة ما تنفعني كنت بجنبي ديما قبل توا في غنايا تسمعني واو amazing, fabulous, wonderful, beautiful, wow, to be honest with you, Samara will always be number one. I'll be honest with you, Samara, he's actually a legend. He knows how to put everything all in one. If you see his formation when it comes to music, it's so diligent, like I'm actually impressed.